السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد. عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة ما تخطرش على بال العفريت. والله حاجة يعني ببلاش موجودة في كل بيت. اول حاجة ان الوصفة ديت هتقضي لك نهائيا على الذباب والناموس والهبوش واي حشرات من اللي هي الطايرة عندك في البيت. حاجة بدل التكلفة اللي هي البودرة اللي هي بتاعت النملة دي اللي احنا بنشتريها، وحبة بتحطيها في الثقوب كده والنمل يظهر لك تاني، وبرده البيراسول اللي هو الفليت اللي احنا بنرشه للناموس والدبان ده، حبة ويجي الدبان تاني والناموس. برضو في حاجات تانية، واللي هو السائل بتاع الناموس ده اللي هو السائل اللي هو بربر، واللي هو في الجهاز اللي هو بيتحط فيه الناموس ده اللي بيكون فيه فيشة بتتحط في البريزة وتحطيه للناموس، برضو بيجي الناموس تاني. فدي كلها وسائل مؤقتة كده، غير المادة الكيماوية اللي فيها اللي بتأثر على الصدر. اول حاجة هتجيبي صينية او اي حاجة معدنية يعني، بس بشرط ان انت ما تستعمليهاش تاني، هتستعمليها للغرض ده هوت. اول يعني مثلا الصينية دي انا جايباها استنلس اهوت، ممكن تجيبي طاسة، تجيبي صينية، المهم يعني حاجة ما تستعمليهاش تاني، لان هي هتتحط على النار على البوتاجاز وتوطي عليها خالص. فاول حاجه انا بجيب الصينيه اللي زي ديت اهيت، وملح، ملح الطعام اللي عندنا اهو في كل بيت موجود. هفتح الكيس اهو، بتروحي فرشه الصينيه كده. عندك ملح خشن برضو، بس مش خشن خالص يعني، الحبيبات بتاعته تكون ناعمة شوية اهو. تفرشي الملح كده، اظن دي وصفة يعني تدعي لي كده، ويا ريت ضغطة لايك كده، ما تنسونيش بضغطة لايك من ايديكم الحلوة اهو. الملح اهو، طبعا دي هتتحط على البوتاجاز زي ما قلنا، وخميره فوريه طبعا دي موجوده برضو في كل بيت اهي، الخميره اللي هي بتاعت العجين بتاعت العيش اهوت. بتروحي حاطه شويه شويه كده اهو، اللي هي الخميره الحبيبات ديت، الخميره اللي هما بيسموها الخميره الكيماويه، بتحطيها على الملح، وتروحي حطاها على عين بوتاجاز اللي هو العين بتاعت البن دي بتاعت القهوة، تروحي حطاها عليها وتروحي موطية خالص، أصغر عين عندك على البوتاجاز وتروحي موطية خالص. هيطلع أبخرة من المخلوط ده هوت اللي هو الملح مع الخميرة الفورية، هيطلع دخان منه. الدخان ده يعني عن تجربة، يعني الحاجة أنا ما بتكلمش عليها إلا عن تجربة الأول. هتبصي مش هتلاقي ان شاء الله لا ناموس عندك في البيت، ولا هبوشة، ولا دبان. وبرده الملح ده بيعالج الحسد، وكمان لو انت عندك عشبة ورق لورو، الورق اللورو ده معروف ان هو بيعالج الحسد، لو انت حطيتيها برده، بس ده للدبان والناموس، الدبان والناموس، الخميرة الفورية والملح. الحسد طبعا احنا عارفين ان الملح، تطهير الملح ده وتطرشيه على النار اما بيعمل صوت كده، ده بيمنع الحسد، معروف ان الملح بيطارد للحسد، لان النمل لما بيكتر في البيت او اي حشرات بتكتر عندك في البيت، ده بيكون نتيجة الحسد، لان احنا عارفين كل عين حسادة. البني ادم مولود ومعاه الحسد يعني، الا من رحم ربي. فكل واحد يتمنى كده الحاجة اللي عنده فلان ده هوت، أغلبية الناس مش كلهم، في ناس بتكون عينها باردة، والأغلبية عينها مش باردة، فكل ما بتكتر الحشرات عندك في البيت بيكون نتيجة للحسد.
فدي تجربة، يعني عن تجربة الوصفة دي إن شاء الله حاجزين لك كل الهوام اللي في البيت والحشرات اللي في البيت، طبعا الحشرات الطايرة، مش يعني الله أكبر اللهم احفظنا، أنا بتكلم على الحشرات إيه الطايرة. كل أسبوع اعملها مرة، كل أسبوع اعملها مرة زيادة علشان إيه الحسد بالذات، تمنع من عندك الحسد في البيت، وتحسي كده براحة نفسية بعد ما بتعملي تاخدي الصينية بعد ما بتحطيها على البوتاجاز وتخلي فيه في دخنة كده في المطبخ، تاخديها كده تمسكيها بقطعة قماش كده أو أي حاجة لأنها بتبقى سخنة، وتمسكيها أوضة أوضة في الأركان بتاعت الأوض كده، تلفي بيها كده وتقولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتسمي بالصينية دي بعد. طبعا أنا مش حطاها على البوتاجاز، أنا ده يعني عشان الرسالة بس توصل لك، بعد ما تترشيح بتاع الملح يبقى على البوتاجاز كده، والدخان اللي هو التفاعلات الكيميائية بتاعة الخميرة الفورية دي تطلع، تاخديها من أوضة لأوضة، خلصت أوضة تروحي الأوضة اللي بعدها، تروحي البلكونات على العتبة بتاعت البيت، لأن بتشيل الحسد إن شاء الله، وربنا ما يمكن مننا حاسد جميعا، لأن الحسد يعني ربنا يكفينا شره. ويا ريت إن كانت الفكرة عجبتك ما تنسينيش بضغطة لايك، ولو ما اشتركتيش في القناة تشتركي، ودمتم في أمان الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.